لا كاشيش، لا تخافي على زعلي وقولي شو ما بدك. هذا رأيك، فيكي تحكي. انت شايفة اني انانية مو هيك؟ وانانيتي هي اللي عم تمنعني اني سامح ساغر. طيب عادي، انت فيك تشوفي الامور مثل ما بدك. صار لي 7 سنين وانا تعبانة، صعب تحسوا فيني. انا ما قصرت، قدمت لكارينا اللي بدها اياه. وانت بتعرفي انه ترباية الولد شغلة مو سهلة ابدا. بتعرفي شي عدد الليالي اللي سهرت عليها؟ ولا شو عملت لحتى توصل لهالمرحلة؟ أنا اللي كنت معها بكل خطوة بحياتها، بدهن أهلها بالمدرسة، أنا اللي بروح، حتى التياب اللي بتحبهن والألعاب تبعاتها، كل شي كانت تطلبه أنا اللي كنت جيب لها إياه، وحطيتها بدروس موسيقى، وكنت عم حاول حقق لها أحلامها حتى وهي صغيرة. هالشي كله أنا عملته لحالي. أنا ما عم قلك هذا الحكي كله هلأ لتقولي عني أم عظيمة، لا، أنا سويت اللي علي. أما هنن ما عملوا لها شي أبداً. ساغر شو عمل لها؟ أو حتى ستو مثلاً؟ وأنت جاية تقولي عني مغرورة وإني أنانية مو؟ هادي اللي أنت شايفتيه؟ ماشي، هذا رأيك كاشيش، قولي كل اللي حابة تقولي. أنا بصراحة كتير فخورة بشخصيتي، وهي قصة كرامة. جميع حلقات هذا المسلسل متوفرة على وياك مجاناً وبجودة عالية.